أهمية ومنفعة الصلب. الصليب يظهر محبة الله الآب وقوته وحكمته. الصليب يفضح بشاعة وفظاعة وقساوة الخطية. الصليب يظهر التوازن بين عدالة ورحمة الله. الصليب هو الوسيلة لمصالحة الإنسان مع الله. المسيح هو الفادي، هو الذي دفع الثمن بدمه لشرائنا وتحريرنا حتى نكون أولاد الرب بالإيمان. الصليب هو أساس الغفران حتى نتبرر ونحصل على السلام، وصار لنا الدخول إلى محضر الله ونأتي إلى عرش النعمة. الصليب دمر عمل الشيطان فانتصر المسيح على الموت والخطية. الصليب أحضر اليهود والأمم الذين آمنوا بالمسيح أن يكونوا عائلة واحدة. الصليب يظهر أننا غاليين على قلب الرب وأننا موضوع محبته وفدائه. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع نفسه لأجل أحبائه. مع أن الصليب هو موضوع نبوات ورموز العهد القديم، إلا أنه محور رسالة العهد الجديد، فقد تمم المسيح نبوات عديدة التي تتحدث عن آلامه وصلبه وموته وقيامته. الصليب والموت هو الغرض الرئيسي للتجسد. الغرض من الصليب هو لخلاصنا، ليكون كفارة لأجلنا، لأنه مكتوب: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. مات المسيح موتا بديليا عنا، أخذ خطايانا وأعطانا بره، أخذ أسقامنا وأعطانا شفاء، أخذ فقرنا وأعطانا غناه، أخذ اللعنة وأعطانا البركة. نقرأ في رومية 8: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ الصليب للمؤمن هو الدافع للتكريس، أساس الغفران للآخرين، السر لتحمل الاضطهاد والآلام، وأساس شركتنا مع الله. من أجل هذا نحن نفتخر بالصليب، ومن أجل هذا نحن نتعاطف مع الرب المصلوب. والصليب هو العلاج للجسد والشهوة الخاطئة. نعم، الصليب منحنا البركات، الغفران والتبرير والتجديد والمصالحة والتقديس والفداء والتبني والشفاء والثقة للدخول لمحضر الآب والحياة الأبدية وبركات السماء. عندما تأتي الجمعة العظيمة، تذكر ماذا فعل صليب ربنا يسوع المسيح. أشكره على موته الكفاري، وأصلي أن يكون شعارك كبولس: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباً.